Med Radio. Med Radio. خلالي انا احكي لك ما كل ما كنتيش مسلسل مكتوب كنتي كتوقع انه تكون عندك هاد الشهره. شوفي مسلسل مكتوب فيه الخير علينا كاملين، ماشي حيتاش مسلسل مكتوب كهذا. كان واحد النهار لرا الموهبه والعمل ولو سيريو في الاخر كيجيبوا الثمار ديالهم بالمكتوب او لا بلا مكتوب. سخت المكتوب كان فيه الخير علينا، ولكن راه المكتوب راه تضربات فيه تماره اللي كتستحق هذاك النجاح اللي كلشي نالو. ماشي حيتاش المكتوب راه ضربت حظ، لا، المكتوب تضربات عليه تماره وتخدم عليه وتقاتلنا عليه وتحطينا فيه فريمون قلبنا. لا الشركه الانتاج كونيكسيون ميديا كنشكرها بزاف من هذا المنبر، حيتاش كانوا معنا بالروح بالدم في داك المسلسل، واقفين مع الممثلين ديالهم، كانوا معنا في كل شيء. للمخرج على اكعبون اللي كيتي لا لي اونكادري كل بيرسوناج باش يخلي يوصل هذيك المصداقيه اللي وصلناها لقلوب الناس مسلسل المكتوب. كل شيء للممثلين، كل شيء كان خدام من نيتو باش هذاك المسلسل لقى داك النجاح. وداك النجاح راه نجاح مستحق دو ا زد، لا في الجزء الاول ايضايغ الجزء الثاني هو اللي زاد تبت هذا الشيء، حيت اون مانتينو نفس النيفو فوار كثر، طلعنا النيفو تكنيكمون لا من ناحيه التمثيل وحتى النجاح ديالو بقى نجاح مدوي بحال الجزء الاول. دونك الجزء الثاني جا باش يثبت ان الجزء الاول ما كانش ضربات حظ، كان خدمه. انا مازال كنتعلم ومازال غنغلط وغنعاود نغلط، نقدر ندير اختيارات ماشي هما دوك الادوار ديالي. هادشي ما كان ماشي حيتاش قدمت ادوار نالت اعجاب الناس هو انا اللي غنكون معصومه من الخطا من بعد. لا، انا مازال في بدايه المشوار ديالي ومازال تنتعلم. بصح سان تشالنج كيفاش كتكوني طلعتي لو نيفو لواحد طلعتي لاباغ ان سيغتان نيفو، كتحاولي تبقاي في هذاك لو نيفو وتحاولي ما امكن بالاجتهاد وبالتوفيق من الله سبحانه وتعالى انك ما تهبطيش على هذاك النيفو اللي حشمنا ان شاء الله. انت شابه وقدمتي مجموعه من الاعمال الناجحه وتعطاتك فرصه انك تكوني مع ممثلين كبار، واش هذا الشيء بفضل الموهبه ديالك ولا ان كود بيستون ولا شنو؟ ما كاينش حاجه سميتها كود بيستون مونكا، ماني ما قلت على راسي شي واحد توسط لي باش انني ندخل هذا الميدان. دايوغ حتى التكوين ديالي زعما اكاديميا انا ماشي انا لغه ديال لونسيجيت كازابلانكا وماركتينغ، يعني صرا غير افوار، وهادشي كان اون باسيون مني وانا صغيره. قريت المسرح مني وانا عندي 5 سنين. كنظن باللي توفقت ضروري من لو طالون، لو طالون كيتسقل، هو ماشي هو كلشي، خصك تعلم وتسقل الموهبه ديالك. وحتى الاختيارات ديال الادوار خصها تكون اختيارات اللي غادي ترجع لك بالخير. الكود بيستون ما كيدومش، زعما غادي غيدير الكود بيستون المره الاولى ايوا ومن بعد غيبقى اشاك فوا كود بيستون. في الاخر كتبقى الموهبه ديالك، كتبقى الخدمه ديالك. دونك انا ما طيحش في هاد لوكا باش نعطيك تيمونياج، ولكن هادشي ما كيدومش. قربينا اكثر من سلوى الشابه، سلوى المواطنه. سلوى، انا انسانه عاديه، انا بنت الشعب، تري سامبل، ما عنديش ما داكشي بلينغ بلينغ وهذا. جيم انا انسانه كتعيش انسانه عاديه، ملي كنسالي لا جورني ديالي كنمشي كنتخشى حدا دارنا، كندير لي زاكتيفيتي ديالي ديال ديما، لا روتين ديالي ديال ديما مع لي بارون مع لي زامي. انسانه جد 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 بسيطه وبنت الشعب، ما عنديش مع لا انا ممثله ولا انا ستار ولا اصلا ما عندناش ستار سيستم في المغرب. باش نقول لك انا ستار، ما كايناش ستار سيستم في المغرب. حنا ممثلين كنزاولوا مهنه التمثيل، وفي اخر المطاف راه كنبقاو بحالنا بحال عامه الشعب، ما زايده علينا حتى شي حاجه. الغرور في نظرك واش كيهرس لا كارير ديال الممثل؟ بيان سور الغرور كيهرس كارير ديال الممثل. واحد ديما يدوا غاردي لا تيت سور لي زيبول، ما يربيش الريش. راه شحال ما درتي كتبقى ديما خصك ديما دير في بالك انك باقي ما تعلمتي والو، باقي ما وصلتيش، باش الواحد ما يتغرش وما يحسبش لي راسو راه دار شي حاجه، حيت في الاخر تيجيبها في راسو. الام ديالك كتلعب دور كبير في حياتك. الله يخلي جميع الامهات لجميع الناس، والله يرحم اللي ماتوا. انا الحمد لله الام ديالي ديما مسيراني في اي حاجه تنديرها، ديما تنتشاور معها في اي حاجه، لا في الشوا دي غول، لا الشوا دي بيرسوناج، لا في خدمتي، لا في المشاكل اللي كيطراو ليا في خدمتي او خدمتي. دونك الله يخليها ليا وتنبغيها بزاف، والله يرحم الامهات اللي ماتوا، حيتاش الام راه شي حاجه مهمه بزاف في الحياه. ماشي الداعمه الوحيده اللي عندك، ولا عندك داعمين ايضا من العائله ديالك والاصدقاء ديالك؟ انا عائلتي كلها كتدعمني، ماما، بابا، اختي، جداتي، صحابي ديال الطفوله اللي كبرت معاهم في الصغر ديالي، لي اوغ دومين، كلشي كيدعمني، اللهم لك الحمد، جو سوي بيان اونطوري. كاينه واحد الفئه ديال الناس ديال الفنانين بلوتو اللي كي ديما كيهضروا على الحسد، الغيره، الخلافات، واش انتي ضحيه ديال هذا الشيء ولا لمستي هذا الشيء شي نهار في بلاطو تورناج ولا في شي ايفينمون ولا؟ شوفي هذا الشيء الحسد والغيره والخلافات راه كاينين فين ما مشيتي، في اي
اي بلاصه كاينين هي وسط عائلتك وغادي تلقاي بحال هاد المشاكل هادو. الواحد ما خصوش يوقف عليهم عادي، زعما الا كان شي واحد عنده شي مشكل عنده مشكل مع راسو ما خصكش تخلي هاد الشيء يوصل لك. انا صراحه ما تنديهاش بزاف هاد الشيء، ما تبغيش ندخل في المشاكل، ما تبغيش ندخل في الصداعات. عنده شي عقده مع راسو راه عنده مع راسو، ما عندوش شي وصلني انا، وكنفضل نخلي الاحترام. شكون هما الممثلين اللي دعموا سلوى زرهان في الاول؟ وكانوا بزاف، كانت حنان الابراهيمي، كانت مجدوني الإدريسي، طريق البخاري، رفيق بوبكر، هما الناس اللي كنت بديت معهم في مسلسل دمى ورطة، وعبد السلام بوحسيني حتى هو، عبد إلى عاجل. نقول كاع الكاست المسلسل دمى ورطة كانوا الناس اللي دعموني، وديك الساعة كنت أنا باقي ما معروفاش، وباش تجي وسط منهم هما ديجا عندهم كاريير تبارك الله وهذا، ورحبوا بيا واستقبلوني وهذا. دونك ما عمري ما نسى هذا الشيء. واش واحد النهار نقدروا نشوفوك كتقاسمي حياتك الشخصيه تفاصيلها مع الجمهور في لي ريزو سوسيو؟ لا، الحياه الشخصيه كتبقى بوحدها، ماشي بالضروره تكون تجوجتي باش تخبي حياتك الشخصيه. انا دابا ما كنبارطاجي والو الا لاحظتي، حيت انا ماشي سو با اون انفلونسوز اول حاجه. ثاني حاجه ما كان شنو غادي يزيد الناس يعرفوني واش مضاربه ولا ولادي واكلين ولا شاربين ولا مجوجه. ما عندوناش يعرف هادشي، حيتاش ما عنديناش نبارطاجي بحال الحوايج هادو، نبارطاجيو خدمتنا، نبارطاجيو الاعمال ديالنا، شي حاجه كتفرح بحال هادشي وي، مي شي حاجه حياه شخصيه كتبقى حياه بعيد على هادشي. تعليقك على داكشي اللي كيروج على مواقع التواصل الاجتماعي؟ قلت ما يدار والجهل باش كتجمع، قلت ما يدار والجهل تعطيو بحال هاد المظاهر هادو، هاد الظواهر الاجتماعيه. و والله ما عرفت نكتب عليك اوكان كومونتير. كمواطنه مغربيه واش كيضرك خاطرك فاش كتشوفي بحال هادشي؟ كتشوفي شخصيات زعما ما عندهم لا موهبه لا والو، ولا كلشي كيعرفهم كلشي كيهضر عليهم؟ ما كيديرونجينيش هادشي، كل واحد وحياته زعما، الا ربي سهل عليهم فواحد الحاجه الله يسهل عليهم. واخا تكون تفاهه واخا تكون غباء، راه كاين الناس اللي كيتبعوا الغباء، كاين الناس كيتبعوا التفاهه، كاين الناس اللي كيعجبهم هذاك الشيء من كيشدوا به الستون كيف ما تنقولوا. لا ما علاش غديرونجيني انا، كل واحد كيرتاح في داك الشيء اللي كيدير، الله يسهل على الجميع. واش كتشوفي انهم المنصف اليوم هادشي اللي كتعرض ليه الفنان؟ بيان سور من غير المنصب، حيتاش الفنان راه قاري، راه واعي، راه ضرب تمار على الفن ديالو باش انه يقدر يزاولو، قاري الضوابط ديالو. بيان سور من غير المنصب، فاش كنشوفو ناس ما قارين ما دايرين والو، دايرين لي لايف تيدخلوا الفلوس، وبيان سور من غير المنصب، ولكن داكشي كيبقى كل ربي وفاش سهل عليه، فهمتي؟ كيف ما قلت لك الناس كيتابعوا هادشي، دابا كون ما كانوش الناس كيتابعوهم كيتفرجوا فيهم ما كانوش غادي يلقاو داك النجاح، ما كانوش غادي يلقاو داك الصدى وداكشي. دونك اون فان كونط راه الناس هي اللي كتعطي القيمه للناس اخرين، و والله هادي ما خلق، نتمنى هذا الشيء يتبدل. والله كون ما كنتيش ممثله شنو كنتي تبغي تكوني؟ كون ما كنتش ممثله شنو كنت بغيت نكون؟ كنت غنكون في الدومين ديالي ماركتينغ، كنت غنكون في الدومين الطوموبيل حيت انا كيعجبني الدومين الطوموبيل. كتفكري شنو تزوجي من الميدان الفني، ولا تبغي الزوج ديالك يكون بعيد تماما على المجال؟ هذاك الشيء كيبقى ارزاق، ديما تنقولها من 2019 واقيلا كيسولوا لي هذا السؤال، داك الشيء كيبقى ارزاق. Net Radio, Net Radio.